السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج طبيبك بين يديك. حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الأعزاء نتحدث فيها عن الأورام الليفية، والتي تعد من الأمراض الشائعة بين النساء خصوصا في فترة الإنجاب. فما هي الأورام الليفية؟ وما أسباب ظهورها؟ وكيف يمكن علاجها؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على ضيفتي في الاستديو الدكتورة أنيسة إسماعيل الصرعي، استشارية نساء ولادة وعقم في مستشفى أطباء المنار محافظة إب. أهلا ومرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتورة. في البداية، يعني كثير من النساء تسمع عند التشخيص أورام ليفية، في البداية أصلا ما هي الأورام؟ هي الأورام اللي فيها أورام غير سرطانية أو أورام حميدة تصيب عضلة الرحم، وهي غير سرطانية، وهي شائعة جدا اللي هي لدى النساء في سن الإنجاب خاصة، لأنها أصلا معتمدة على هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وكما شعنا أنها غير سرطانية في معظم الحالات، وتنتج بسبب اللي هي معتمدة في سن الإخصاب في على هرمون اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، وتصيب عضلة الرحم. نعم. طيب هناك أعراض واضحة دكتورة على المرأة؟ يعني الأعراض تعتمد على كما أشرنا أنها شائعة، وليس يعني معدل خمسة ممكن تصل إلى 75%، وليس معظم 75% يعني تظهر لدى النساء، معظمها تكتشف مصادفة، يعني خلال عمل جهاز تلفزيوني، خلال عملية استكشافية، خلال يعني عمليات قصرية، أحيانا معظمها ليست لدى لا تحضر المريضة بأعراض. كما يعتمد على النوع اللي هي مكان وجود الورم الليفي، عدد الأورام الليفية وحجمها، يتراوح حجمها أحيانا من بذرة صغيرة إلى حجم كتل كبيرة، ممكن تصل إلى حجم بطيخة صغيرة، أعدادها من بين اللي هي 1-2 إلى أعداد كثيرة، ممكن تصل إلى 40-50 ورم ليفي اللي هي في عضلة الرحم. النساء تحضر غالبا، التي تحضر قلت لك المعظم يكتشف مصادفة، ولا وهذه عادي، لا تحتاج يعني ما لا تحتاج الجزع والخوف. النساء اللي تحضر بحاجه بينه زي اللي معظمها تجيب اللي هي نزيف مهبلي شديد، خاصه لو كان الورم اللي في تحت اللي هي الغشاء المخاطي للرحم او حجمه كبير. الكثير ممكن تحضر السيده اللي هي دوره غزيره ممتده، ممكن تحضر بكتله تحس ان في كتله بطن او حجم البطن زاد، أو وجع بسبب الوجع أسفل البطن بسبب اللي هي حجم الورم كبير، مما يؤدي إلى إذا كان أمامي قد يضغط على المثانة البولية يسبب كثرة التبول، صعوبة في التبول، إذا كان في الجدار الخلفي يضغط على المستقيم صعوبة في التبرز أو إمساك، أحيانا كمان بصير وجع أسفل البطن أو وجع أسفل الظهر، يعني ألم في الساقين. دكتور الوجع هذا هل بسبب الحجم مثلا ولا اكثر؟ المعظم اللي هي كومبريشن ساينس، ما بسبب اللي هي حجم وضغط على الاعضاء المجاوره. نعم. طيب لماذا تظهر هذه الاورام دكتوره؟ اسباب ظهورها؟ أسباب ظهورها غير معروفة بالضبط، ولكن بما أنها مرتبطة بسن الإنجاب فمعظم أسبابها راجعة لهي معتمدة على هرمون الاستروجين والبروجستيرون التي يكون اللي هي في أكثر في فترة الإخصاب، فبحيث نلاحظ أيضا أنه في سن اليأس تنكمش هذه الأورام وتضمر بسبب قلة الهرمون. هناك عوامل خطورة أخرى مثلا اللي هي عوامل وراثية، هناك عوامل أخرى غير زي الوراثية نفسها، العرق مثلا اللي هي تكثر لدى السيدات اللي هي ذوات البشرة السمراء وتقل عند البشرة البيضاء. أيضا هناك يعتمد بحاجة بسيطة ممكن يرجع اللي هي نظام غذائي مثل الكثير من اللحوم الحمراء، نقص فيتامين دال وغيرها. طيب ذكرتي دكتورة أن 75% من النساء تقريبا لديها أورام ليفية ولو بسيطة، هل تؤثر على الإنجاب؟ ممكن تأثر على الإنجاب إذا يعني بس، لكن نعتمد هالسبب الرئيسي، نستثني كافة الأسباب، نستثني اللي هي عامل مثلا اللي هي بسبب العوامل بسبب الذكر نفسه أو الرجولة، نستثني اللي هي العوامل الأخرى اللي هي بسبب مثلا قنوات فالوب أو الأورام الأخرى، أو إذا ما في إذا يعني لا يوجد إلا وجود الورم قد يكون هو السبب، بحيث ممكن يعمل اللي هي إذا كان مثلا في الغشاء اللي هي أو مكانه في داخل الرحم تحت الغش يعني. أيوة يعيق انغراس الجنين، قد يؤدي إلى إسقاطات متكررة، أحيانا ممكن قريب إلى يؤدي إلى اللي هي انسداد في يعني يغلق قنوات فالوب فما يصلش الجنين إلى الرحم، وقد ممكن أيضا تسبب عقم، يعني
في حالة نادرة إذا استثنينا كافة الأسباب الأخرى، يعني ليس السبب الرئيسي هو. نعم، هذه الأورام دكتورة تعتبر حميدة أو ممكن يعني؟ في الغالب هي حميدة، نادرا إذا ممكن تتحول إلى أمراض سرطانية خبيثة. يعني لا خوف منها؟ لا خوف، في المعظم لا خوف. طيب هل هناك دكتورة مضاعفات لوجود هذه الأورام؟ مضاعفات إذا جاءت المريضة أحيانا، قلت لك هناك أنواع من الأورام الليفية اللي هي أحيانا على حسب اتجاه نموها، هي أصلا في عضلة اللي هي العضلة الملساء اللي للرحم، فإذا كان النمو إلى داخل التجويف الرحم فيكون تحت الغشاء المخاطي للرحم، فيكون المريضة تجيب نزيف شديد. إذا الورم النوع الثاني اللي هو في العضلة نفسها، النوع الأخف اللي هو يكون اللي هي الاتجاه للخارج، فخاصة اللي هي تحت الغشاء المخاطي للرحم تحضر المريضة لدينا وعندها نزيف شديد. نزيف شديد يؤدي إلى فقر الدم وما يترتب عليه من مشاكل فقر الدم. الأسباب الأخرى اللي هي مثلا قلت لك اللي هي أورام كبيرة وقد تؤدي إلى مشاكل اللي هي الضغط الأعضاء المجاورة، والأعراض الأكثر اللي هي في الحمل، إذا جت المريضة وهي حامل وعندها الأورام الليفية أحيانا صغيرة لا تؤثر، الكبيرة ممكن تؤدي قلت لك إلى اللي هي إسقاطات متكررة، ممكن تؤدي إلى ولادات مبكرة، ممكن تؤدي إلى اللي هي انفصال مشيمة مبكر. طيب دكتورة، هل هناك مضاعفات أخرى للأورام الليفية؟ أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أورام الرحم الليفية. تعتبر أورام الرحم الليفية شائعة جدا بين النساء في سن الخصوبة، ربما تصاب بها حوالي نصف النساء فوق سن 30، وتصبح شائعة أكثر مع التقدم في العمر وحتى بلوغ سن اليأس أو انقطاع الطمث. من الصعب معرفة عدد النساء المصابات بها بدقة، لأن أورام الرحم الليفية ليست لديها أعراض. لا أحد يعرف تحديداً ما الذي يسبب أورام الرحم الليفية، ولكن يبدو أن التغيرات في الهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية، الإستروجين والبروجسترون، تلعب دوراً في نموها. وفي حالات نادرة قد تصاحب أورام الرحم الليفية على المرأة الإخصاب والاستمرار في حمل صحي. مع ذلك تعد الأورام الليفية شائعة جداً وتصيب حوالي نصف النساء، وتحمل العديد من النساء بلا مشاكل ويتمتعن بحمل ناجح وصحي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، حلقتنا لهذا اليوم الأورام الليفية. دكتورة، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن مضاعفات أخرى للأورام الليفية. قلنا مضاعفات اللي تحدث أثناء الحمل، اللي هي مثلا الإسقاطات المتكررة بسبب أن الحمل خاصة اللي هي سب ميوكوس أو تحت الغشاء المخاطي للطبقة المخاطية للرحم، تسبب عدم انغراس الجنين فتسبب إسقاطات متكررة، ممكن ولادة تصيب وتؤثر لولادات مبكرة، انفصال مشيمي مبكر، أيضا ممكن عرضة لبعد أو أثناء الحمل إذا كان خاصة في الجزء السفلي قد يعيق تقدم مجيء الجنين، فيكون بوضعيات يعني غير مناسبة اللي هي الولادة الطبيعية، فعرضة للقيصريات. أيضا اللي هي المرأة الحامل مع الأورام الليفية قد تكون عرضة اللي هي للنزيف المهبلي الشديد اللي هي بعد الولادة. في حالات نادرة جدا اللي هي ممكن تتحول اللي هي الأورام الليفية إلى أورام سرطانية، خاصة إذا إحنا كنا متابعين الأورام الليفية وفجأة نلاحظ اللي هي نمو يعني سريع اللي هي للأورام، أو أشكال يعني بالألتراساوند الرنين المغناطيسي يعني ممكن توجهنا إن ممكن تتحول اللي هي لأورام سرطانية. دكتورة، هل ممكن تتحول إلى ورم سرطاني بالتزامن مع الحمل كحالة نادرة يعني؟ الحمل ممكن الأورام نفسها تكون يعني تظل نفس الحجم، وممكن بسبب اللي هي تغيرات الهرمونية تكبر، بس إنها تتغير الأورام سرطانية يعني بسبب اللي هي الحمل نفسه لا. نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن تشخيصها؟ تشخص الأورام الليفية أولاً القصة المرضية للمريضة والفحص السريري، وبعد ذلك عمل اللي هي السونار أو الموجات الفوق صوتية، يكون واضح اللي هي وجود الكتل يعني بأشكال معينة اللي هي في الرحم، وأيضاً ممكن اللي هي بالرنين المغناطيسي أو المقطعية. نعم، ذكرتي دكتورة يعني أنها شائعة، بما أنها شائعة هل كل الحالات بحاجة إلى معالجة؟
ليست كل الحالات محتاجة إلى تدخل أو علاجي أو جراحي، لأن معظمها كما أشرت لي نسبتها شائعة يعني 75%، فالحالات كلها يعني لا تحتاج إلى معالجة، لأن معظمها لا تكتشف إلا وإن كما أشرنا اللي هي بالمصادفة أو أحيانا أثناء عمل القيصرية نكتشف إن في أورام ليفية، فأورام صغيرة ويعني لا ليست أي مشاكل ولا يعني ما نسوي لها أي شيء، يعني لا متابعة فقط اللي هي مريضة مثلا تحتفظ اللي هي بالسونار اللي مثلا عملته في هذه الجلسة ونتابعها اللي هي بعد 3 أشهر إلى 6 أشهر ونلاحظ اللي هي نمو الأورام الليفية، في المعظم ما تحتاج أي تدخل جراحي. يعني إذا بدأت بالنمو أكثر في هذه الحالة تدخل في مرحلة المعالجة؟ ممكن إذا بدأت اللي هي بنمو بشكل سريع، إذا بدأت أعراض كما النزيف أو كما أشرت الإسقاطات أو هذا ممكن اللي هي نضطر للدخل. نعم. طيب كيف تبدأ مرحلة العلاج؟ العلاج كما أشرنا له إذا صغيرة وليست منها أعراض متابعة فقط للمريضة، إذا كم؟ يعني من 3 أشهر إلى 6 أشهر وأحيانا حتى ممكن سنويا، إذا كانت أعراض خفيفة وممكن تتعايش المريضة معها يعني نزيف خفيف هذا ممكن نعطيها اللي هي علاجات كهرمونات تنظيم للدورة تنظيم تقليل اللي هي كمية النزيف المهبلي، إذا كانت يعني خلاص جايب نزيف إسقاطات أو كتل كبيرة فنحتاج اللي هي إلى تدخل، هناك تدخل اللي هي جراحي وتدخل غير جراحي. التدخل غير جراحي مثل اللي هي الأصمام أصمام الشريان الرحمي عن طريق يعني تكنيك جديدة يسووها اللي خثرة تعمل على إغلاق اللي هي الشريان الرحمي فيتوقف تدفق الدم إلى الأورام فتنكمش وتموت. التدخل الجراحي ولا يكون في أي لا تضمر مع الأيام وما تحتاج تدخل. التدخل الجراحي قد يكون اللي هي التدخل اللي هي العمليات اللي سواء مناظير أو جراحيا فتح. التدخل الجراحي بناء على حسب اللي هي سن المريضة نفسها، أحيانا المريضات ومعظمهن اللي هي في سن الإنجاب أو أحيانا اللي هي حالات كثيرة صادفناها اللي هي عادة بنات يعني غير متزوجات وعلى أمل إن شاء الله عشان إنجاب وكذا فنضطر اللي هي لإستئصال الورم الليفي فقط، فقد أحيانا يعني يصل إلى 20-30 أورام ليفية. صادفتم حالات دكتورة في المستشفى؟ الكثير يعني وتم استئصال هذه الأورام. تم استئصال اللي هي الأورام الليفية وسبن الرحم يعني تمت الأمور تمام. إذا كانت هذه المريضة في سن الإنجاب بس على فكرة نقول له المريضة أنها ممكن تتابع لأني طالما المنشأ هو عضلة الرحم فهي عرضة أنها يرجع اللي هي الأورام الليفية مرة أخرى على أمل أنها إذا اكتمل سن الإنجاب خلاص اللي هي مريضة عدت سن الإنجاب الحل النهائي هو استئصال اللي هي المنشأ اللي هي للأورام الليفية وهو استئصال اللي هي للرحم الرحم بالكامل استئصال الرحم بالكامل. هل توجد هناك مشاكل مثلا في حل استئصال الرحم ولا الأمور يعني مشاكل كمشاكل أي عمليات مشاكل مثلا لا قدر الله تخدير مشاكل اللي هي نزيف مهبلي حتى الأحيان اللي هي الأورام العادية والبنات بس أحيانا نضطر اللي هي نقول سبحان الله ما حد داري يعني ممكن اللي هي تعدي تمام وتستأصل الأورام تمام خاصة إذا كانت اللي هي عددها بشكل كبير فقد تتأثر اللي هي عضلة الرحم فإذا كان يعني اللي هي خلاص ما يعني ما عاد فيش فائدة من عضلة الرحم قد نضطر أو نزيف مهبلي نزيف من الشريان شديد فنضطر أحيانا لاستئصال الرحم. نعم. طيب دكتورة في الأخير نصائح يعني للنساء كثير النساء تسمع مجرد ما تشخص بأورام ليفية تخاف ربما لا تعود للمتابعة أو تخاف من العملية، نصائح تذكرينها للنساء؟ أنصح كل النساء اللي هي اكتشفت أن لديها أورام ليفية لا تجزأ يعني اللي هي يقول لك هذه 70% مش كل النساء اكتشفت أن عندها اللي هي أورام ليفية هذا اللي هي دراسات اللي يقول لك تشريح لو شرح للنسوة يعني 70% بنحصل اللي عندها الأورام بس مش أي مرأة عندها ورم ليفي تحتاج عملية أو تحتاج تدخل جراحي لا أو أن هناك مشكلة يعني. ما تحتاج يعني أحيانا إحنا نفتح العمليات أخرى مثلا في ورم ليفي صغير بدل ما أدخل المريضة في مخاطر ونزيف وكذا أسيب له حاله وخليه متابعة فليست كل الأورام الليفية تحتاج إلى تدخل لا بالعكس متابعة وهذا وخاصة النساء اللي هن في نهاية الثلاثينات الأربعينات فمجرد أحيانا ما توصل اللي هي لسن اليأس خلص القصور يحصل اللي هي ضمور في المبايض تقل هرمونات الاستروجين والبروجستيرون في الورم نفسه يضمر وينكمش وما يحتاج أي تدخل. نعم ودكتورة خصوصا في هذه المجالات يعني يفترض من جميع النساء لا تسمع من نساء أخريات إلا فقط من الطبيبة المختصة
نتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية. شكرا لك دكتورة أنيسة إسماعيل الصرعي، استشارية نساء ولادة وعقم في مستشفى أطباء المنار محافظة إب. شكرا جزيلا لك دكتورة. كما أشكركم مشاهدي الأعزاء على طيب الاستماع والمشاهدة. أتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.